جنرال روسي. قبل نحو 3 أشهر قتل جنرال روسي مع عدة مرافقين بانفجار لغم أو عبوة ناسفة في حقل تيم النفطي جنوب دير الزور. واليوم تأتي الأخبار من ذات المنطقة عن مقتل مهندس إيراني وآخر لميليشيا أسد برصاص حاجز لقوات الاحتلال الروسي. وقالت شبكات محلية إن الخلاف تطور بين العناصر الروس والإيرانيين بعد مشادة كلامية وإبراز مهندس إيراني ما سمي بعقد ووثيقة تثبت ملكية الحرس الثوري للحقل بعد بيعه من نظام أسد لإيران، الأمر الذي استفز الحرس الروسي وانتهى بمقتل الإيراني. الاتفاق وقع بدمشق. وفيما لم تستبعد مصادر صحفية خلافا اقتصاديا على تقاسم الكعكة السورية، إلا أن الأمر لن يخرج وفق الوقائع والأحداث عن إطار المناوشات، فما يجمع روسيا وإيران في سوريا وحتى المنطقة العربية تجاوز مصلحة الاحتلال والاستعمار إلى النفس الطائفي، وإن كان البعض يبحث عن الأدلة على قولة حسن نصر الله. وتريدون دليلا؟ اسمعوا. البداية بشكر زعيم ميليشيا حزب الله وذراع إيران العسكرية على الغطاء الجوي الروسي على مدار الساعة في سوريا. يجب أن نتوجه بالتقدير أيضاً إلى الجهد المميز والخاص الذي قامت به القوات الروسية، الطيران الروسي الذي قدم مساهمة كبيرة وجليلة. شكر نصر الله لروسيا الأرثوذكسية يوازيه شكر مرتزقة الفاطميون والزينبيون الأفغان الشيعة. إلى الإخوة المجاهدين في لواء فاطميون وفي لواء زينبيون، إلى الإخوة في حرس الثورة الإسلامية، إلى الجهد المميز والخاص الذي قامت به القوات الروسية. لكن ما سبق من عبارات منمقة تقابله مشاهد أكثر صراحة لما يجمع بين الميليشيات الطائفية الإيرانية وعناصر الاحتلال الروسي. حزب الله، أبو علي متين، حزب الله، يا علي، يا علي. وتريدون دليلا؟ اسمعوا. وجود أبو علي ما قصر وياني، جاي عالج بالطيار. احنا حركة حزب الله النجباء بقيادة الحاج أكرم الكعبي. طبعا احنا سب خان طومان حلب 3/6/2016. أبو علي الطيار الروسي حاج بوتين. لا يبدو مسمى أبو علي بوتين الذي راجع على لسان الميليشيات العراقية مجرد عبارات للتسلية، فالغطاء الجوي الروسي هنا على جبهات حلب وجنوبها كان عنصراً حاسماً لاحتلال المنطقة وتحويلها قاعدة عسكرية إيرانية كبيرة من مطار النيرب إلى خانطوما. قبل نحو 2 روجت مراكز أبحاث ووسائل إعلام عالمية وعربية لخلافات الروسية إيرانية في سوريا، ما لبث الأمر ليتطور إلى صفقة برعاية روسية وتوافق إقليمي أمريكي لتسليم الجنوب، تحدث بمختصره عن حل الفصائل وتسليم الأسلحة ودخول ميليشيا أسد لمحافظتي درعا والقنيطرة وإبعاد ميليشيات إيران كشرط إسرائيلي لنحو 60 كيلومترا عن الحدود. أهلا وسهلا. نفذت كارثة التسليم وقتل واعتقل واغتيل من أبناء درعا والقنيطرة لغاية اليوم ما لم يكن وفق قول البعض ليقتل في عشرات المعارك مع ميليشيا أسد، والمفارقة باختفاء ما سمي حينها بالضامن الروسي وانتشار ميليشيات إيران وحرسها الثوري على كامل جغرافيا المحافظتين، لتخرج أخيراً مراكز أبحاث إسرائيلية تتحدث عن سيطرة إيران على 3 محافظات جنوب سوريا بداية من السويداء إلى درعا والقنيطرة. وهكذا تعاد ذات الألعوبة والسيناريو على جبهات حما وإدلب، واليوم شرق سوريا كضامن تارة ودوريات للشرطة العسكرية على طرق دولية تارة أخرى، يبتلع الحلفان الطائفيان كامل الجغرافيا السورية وعينهما على محيط إقليمي عربي.